شحن ذاك النهار مرقنا بنوع من الإحباط ونوع من اليأس، لأن الظرفية كانت شوية مشحونة وكان مازال الجرح جديد. ثم تعرفوا على أن كل الأشياء في العالم كامل تولد صغيرة وتكبر، إلا الحزن يولد كبيرا ويصغر. طبعا مع الأيام تصغر الأحزان ونتجاوز مرحلة الإحباط ومرحلة ردود الفعل اللي كنا فيها. اليوم خالق حد يدوره، كاين شي حد اللي باغي يلصق لنا تهمة ديال هذا ما يقع اليوم في جهة ولي مودنون أو في إقليم ولي مودنون بالضبط، من أحداث العنف ومن المناوشات ومن الرمي بالحجارة والتراشق بالحجارة بين بعض الشباب وبين بعض قوات الأمن، وكيقولوا على أن نحن اللي محرضين على هذا الشيء. وبغينا نقول لكم على أنه نحن أبرياء من هذا، وين دسوا شي عناصر وعادوا يخطوا بالحجار وبغاو يجوا فينا حنا الحجار، وجاو في رجال الأمن وجاو في المواطنين، دخلنا الناس المقر اللي قدينا ندخلوا منه، واعتصمنا في المقر بشكل سلمي، وصلنا رسالتنا، وقبل ما لحقت تسعود حالة الطوارئ 8 ونص خطبنا على الناس وتكلمنا معاهم وفهمناهم وقلنا لهم انتهى الاعتصام اليوم، وكل يلحق داره ويدير بافيتو ويمشي في أمان الله وحفظه، باش نكونوا في إطار القانون وفي إطار احترام الضوابط اللي ماشي عليها بلادنا. ومن بعد غادرنا مدينة قليمين، رانا مما فيها غادرناها، وغادرناها هما اللي متأسفين على الفراق معاه وتوحشناها كاملين ساق ما غادرناها، يا غير ذي قدرة مولانا. واليوم دا ما يقع اليوم في قليمين، لا يجي حد يلبسونا ولا يجي حد يعلمنا الوطنية واللي علمنا الحفاظ على السلم الاجتماعي. نحنا السلم الاجتماعي هم عنا من الكرسي، وهم عنا من المناصب، وهم عنا من ذا كامل اللي شاد الناس أخباره، وخبيط العلايات وخبيط الشباب وخبيط الدراري واعتقالهم، والله إلا باقي فينا ولا نبغوه ولا نبغوه يعود الكرسي أهم من هذا الشيء كامل اللي يقال. اليوم أنا كنقول لكم على أنه ما يقع اليوم في إقليم قليمين، أنا وراه عبد الرحيم ما عنده علاقة به، وراه الناس كاملة احتجت، والنهار اللي احتجينا احتجنا بشكل سلمي، ولا عاد حد يخبط بالحجار ولا عاد حد يناوش ولا حد يدير داك الشيء، راه أنا ما عندي علاقة به، ولا يجي حد يلبسوني ولا يجي حد ملي زايد عليا لا في وطنيتي ولا في شيء ثاني ملي، لأنه ذا اللي نقولوا ضريق قلنا قبل، وطننا دافعنا عليه وندافعوا عليه ولا جميل ملي، ولا أننا مقرينها فيه ولا أننا ممنينها عليه. واليوم راهم الناس كاملين خرجت في المغرب على الخروقات، راهي خرجت فاسة وخرجت فاسفي وخرجت مجموعة من المدن على الخروقات اللي وقعت في هذه الانتخابات اللي كنا بغيناها ديمقراطية ونزية، ولكن للأسف لا بد أن تشوبها الشوائب، وفي إقليم قليمين شابتها مجموعة من الشوائب، وعلى من فعل هذه الشوائب أن يتحمل مسؤوليته. أما أني أنا نلبس هذا الشيء، أنا ماني لابسه، وكندعي جميع المواطنين إلى ضبط النفس، وكندعي السلطات أيضا إلى ضبط النفس، لأن المقاربة الأمنية عمرها ما كانت تحل المشاكل. ونقولكم على أنه اليوماتية نحن رانا كندعو أولا إلى الحفاظ على السلم الاجتماعي، وهم عندنا حياة الناس والسلامة الجسدية للمواطنين وللشباب أهم عندنا من الشيء كامل اللي شاد الناس أخبار، وهم عندنا من الكرسي وهم عندنا من البرلمان، وإحنا ضد العنف وضد استعمال العنف، وكنقول لهم على أنه سوف نلجأ إلى الطرق القانونية. إحنا عندنا ثقة في القضاء، عندنا ثقة في القضاء الدستوري ديالنا، وعندنا ثقة في المحاكم الإدارية ديالنا، وفات نصفتنا من اللي حيدونا من مجلس جهة ولي مودنون ورجعتنا المحكمة هذا الكرسي. اليوم أيضا إذا عاد عندنا حق داخل هذا الكرسي، وحنا نعرفوا على أنه طاله تزوير كبير وطاله تزييف وطاله ما طاله دون الدخول في التفاصيل، لأن في التفاصيل يوجد الشيطان، حنا ندرك على أن المحكمة ستنصفنا والقضاء سينصفنا، وسنتبع السبل القانونية والإجراءات القانونية. أما العنف ما لنا منهلو ولا نلودولو ولا ندعولو، واللي باغيه رانا نقولو له إحنا ما نباغيين، ونحنا بلادنا هم عنا من كل شيء، ووطننا هم عنا من كل شيء، ومصلحة ساكنة الجهة تقولي المهم هم عنا من كل شيء، وسلامة العلايات والشيب والرجالة والدراري الصغار وشبابنا داخل المنطقة أهم عنا من كل شيء. ما نرضى ان حد ينخبط، ما نرضى ان حد ينجرح، ولا نرضى ان حد يعتقل بجريمتي انا، هذه ما نرضى،
لانه يخقع في الكرسي ديال البرلمان الى عاد لا ينخبط واحد من الواد النونيين ولا واحد من الواد النونيات ولا واحد من المغاربه كاملين كيفما كانوا بجميع تلاوينهم العرقيه والسياسيه وانتماءاتهم، لا يتخبط في جريمتي انا ولا لا ينضرب في جريمتي انا، كنقول له كاع ما بغيت هذا الكرسي.